الإشاعة بالعراق عمرها يطول أكثر من الخبر الحقيقي. شلون؟ إيه الدليل إنه إحنا جايين نشوف بعيوننا اللي قسموا البلد واللي قتلوا واللي نهبوا واللي سووا طائفية واللي باعوا البلد واللي دمرونا دمار، جايين نشوفهم بعيوننا ونشوف أفعالهم حقيقة قدامنا. رغم هذا ننسى هاي الحقيقة ونروح ننتخبهم بيوم الانتخابات. ننسى هاي الأمور ليش؟ لأن حقيقة. لكن من الثمانينات لليوم مكلبين بإشاعة رخيصة طلعت عن الفنان المرحوم سعد الحلي. تخيل إنه إحنا نحشش ونضحك على اللي غنى المرأة العراقية وقال يا مدلولة، وننتخب اللي راد يسويها مذلولة. وإذا كنا نذم عشق ليلة ويوم اللي هو تكلم عنه، فترى احنا نعشق هذا العشق. من نكره السياسيين 4 سنوات ونعشقهم عشق ليلة ويوم اللي هو يوم الانتخابات.